بسم الله الرحمن الرحيم. رئيس المجلس التسييري لبلدية عمر المختار، تم إنشاء هذه البلدية بقرار من الحكومة المؤقتة رقم 629 لسنة 2018. من خلال استلامنا لهذه المهام خاطبنا الحكومة المؤقتة بعدة خطابات، ولكن للأسف لم ترد علينا إلى الوقت الحالي. وبعد استلام مهام الحكومة، حكومة الوحدة الوطنية، وأعطاها الثقة، تم استجاب لبعض مطالبنا، ألا وهي بعض المشاريع العالقة والمتعثرة والعاجلة ببلدية عمر المختار، ومنها على سبيل المثال حل مختنقات مداخل البلدية، وكذلك توريد سيارة نقل المياه السوداء وكذلك لمياه الشرب. وتم التعاقد على إنشاء خزان علوي شمال بلدية عمر المختار، بالإضافة إلى صيانة الإنارة مدخل البلدية بحوالي 2.5 كيلو. ولله الحمد نسبة الإنجاز في صيانة الطريق تفوق 90%. اليوم بإذن الله حيتم الاستلام من قبل مكتب المشروعات لهذا المشروع. كما يعلم الجميع أن هذه الطريق تربط مناطق جنوب الجبل ببلدية عمر المختار وكذلك بلدية البيضة، والطريق هذه طبعا متهالكة منذ الستينات إنشائها، وللأسف الشديد بعد تم صيانة وادي الكوف تم عليها ضغط من قبل سيارات النقل الثقيل وزادت أخرى في التهالك. نحن من هذا المنبر الحقيقة نطالب وزارة المواصلات بالنظر لهذه الطريق، وخاصة من وادي الكوف إلى بلدية عمر المختار، من ثم إلى بوابة الغريقة ببلدية البيضاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.